أول رد من محمد مجدي قفشة على تدخل محمد صلاح لاستبعاده من المنتخب. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد محمد مجدي قفشة لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر أنه يتابع مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون. وقال قفشة في تصريحات فضائية خلال برنامج كلام الناس عبر قناة MBC مصر: أتابع مباريات منتخب مصر عن كسب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وما أقدرش أقول مش متابع والله. وعن محمد صلاح قال محمد مجدي قفشة: محمد صلاح ليس له دخل في استبعادي من منتخب مصر، هذا الأمر بعيد عن المنطق، ليس لدي أي مشكلة مع صلاح ولم يحدث بيننا أي مشكلة من قبل. تصريحي السابق عن محمد صلاح تم تحريفه، لم أقصد بأن صلاح ليس موهوبا، ولكني قلت بأنه يعمل على إمكانياته ويطورها كثيرا. وعن عبد الله السعيد قال محمد مجدي قفشة: عيب أن أقيم عبد الله السعيد، فهو كان قائدي في بيراميدز، فهو لاعب يكبرني ب11 عام. ورد قفشة فكرة انضمام عبد الله السعيد لمنتخب مصر لأنه صديق لمحمد صلاح قائلا: هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أقتنع بهذا الكلام. محمد مجدي قفشة كان قد تم استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون. كان هذا رد محمد مجدي قفشة على الأنباء المتداولة بتدخل محمد صلاح لاستبعاده من قائمة المنتخب. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا الجديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.